العددي الثالث والعشرون، مجلة بيم أريبيا. مقالة بعنوان طرق دبي تحوز شهادة المطابقة لمواصفات تطبيق نظام نمذجة الأصول. حصلت هيئة الطرق والمواصلات على شهادة المطابقة لمواصفات المعهد البريطاني للمعايير في تطبيق نظام نمذجة الأصول، لتكون بذلك أول جهة حكومية في العالم تحصل على شهادة بيم كايت مارك سيرتيفيكيشن. وأعرب سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات خلال إهدائه الشهادة من قبل سعادة القنصل البريطاني العام لدى دولة الإمارات العربية فيليب بيرهم، أعرب عن سروره لحصول الهيئة على هذه الشهادة كونها تعكس جهودها في توفير بيئة متقدمة في إدارة الأصول والممتلكات، مؤكدا سعادته على أن هذه الشهادة تدفع لمزيد من التواصل الفعال بين مسؤولي وموظفي الهيئة وبين جهات ذات صلة بعملنا، بما يسهم في اتخاذ قرارات بأساليب غير تقليدية تساعد على تحقيق مصلحتنا في زمن وجيز. وفق توجهات مبادرة الحكومة الذكية الرامية إلى جعل دبي المدينة الأذكى في العالم من خلال اتباع أحدث الوسائل لتحقيق أداء حكومي متميز، حضر اللقاء كل من ناصر حمد أبو شهاب المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحكومة المؤسسية، وعبد المحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، وسعيد الرمسي مدير إدارة الأصول والممتلكات، وعبد الرضا أبو الحسن مدير إدارة تنفيذ التخطيط وتطوير مشاريع القطارات، بالإضافة إلى موظفي إدارة الأصول والممتلكات وممثلين عن المعهد البريطاني للمعايير. وقال سعيد الرمسي إن حصول الهيئة كأول جهة حكومية في العالم على هذه الشهادة العالمية المرموقة يأتي نتيجة حرصها على اتباع أفضل الممارسات في تطبيق نظام نمذجة الأصول وفق نهج الابتكار والتميز، وتعزيز دورها الريادي على مستوى الدولة والعالم في تطبيق هذا النظام. وإن هذه الشهادة تعتبر انعكاسا واضحا للمستوى المتقدم الذي حققته الهيئة في تطبيق نظام بناء نمذجة معلومات الأصول خلال السنوات الثلاث الماضية، من حيث إجراءات التحليلات اللازمة وإعداد الخطط الاستراتيجية للتطبيق، وإعداد أدلة العمل الخاص بالنظام والبدء الفعلي بتطبيق النظام في عدد من مشاريعها الاستراتيجية. الجدير بالذكر أن رئيس معهد المعايير البريطاني وفريق التقييم المتخصص كانوا قد حضروا مؤخرا إلى الهيئة واجتمعوا بالفريق المختص بتطبيق هذا النظام في الهيئة، الذي أطلعهم بدوره على العمليات التفصيلية لتطبيق النظام وأجاب على أسئلتهم واستفساراتهم، ومن ثم قام فريق التقييم بإجراء التقييم الشامل للإجراءات المتبعة في تطبيق النظام في الهيئة خلال 5 أيام متواصلة. وبعد انتهاء التقييم الشامل أفاد رئيس المعهد بأن عمليات تطبيق نظام بناء نمذجة معلومات المباني في الهيئة يرتقي إلى مستوى عالي، وخاصة وأن فريق التقييم لم يسجل أي حالة عدم مطابقة على تطبيق النظام في الهيئة. وفي ختام التقييم الشامل تم تتويج جهود الهيئة بإصدار شهادة مطابقة المعهد البريطاني للمعايير لمرحلة تصميم وتنفيذ المشاريع والتي استحقتها الهيئة بجد.